والحجة الطائرة ما تأتي بشيء ما يتقرب
كما تفهم انت ان من الخارج ما ياتي بشيء ما يتقبل عقلك انت، العقل يتقبل ترى عند حجتين، حجه باطنه وحجه ظاهره. لكن النفوس شقيه، النفوس مشغوله على الشقاء، على الطغيان، على الغش، على الزجل. والانسان ترى عنده اراده وعنده فكره نحو العقل، لكن بعدا الروايه والروايات تغلب عليه، تغلب على عقله، يصير مجادله بين عقل ماله وبين الاماره بالسوق. لكن الاماره بالسوق والبرائد تغلب عقله، اذا غلبت عقله الانسان بعد ما في فائده، يصير حيوان كامل. واذا في الحيوان احسن منه، اذا صار حيوان كامل يخرب يهدم ما يعمر. ومن قبل مثلا عظمه الزمان قالوا انت ايها الانسان حرا في نفسك، قال لهم انا حر؟ قال بلى. قال يخرب يهدم ينحدر مثل السيل. لكن جاء الاسلام وقبض على يده وقال انت عبدا مملوكا الى سيدك. قال لهم على لي سيد انا؟ يقول له الاسلام سيدك، يعني لا تخطو خطوه الا شعار خطواتي الا في سبيل المبدا، في سبيل العقيده، حتى عقلك انت، حتى شربك كان الاسلام يتقل، حتى شربك، حتى ملبسك يتقل الاسلام، حتى في منامك، حتى بالحرام يتقل. هل يقول لك انا اشرب الخمر في بيتي، اسكن في البيت وهذه جريمه فرديه، الاسلام ما يتدخل وياي. يقول الاسلام يتدخل وياك حتى في بيتك انت، شلون تشرب انت؟ لان ثبت علميا ان شارب الخمر يؤثر حتى على جنين في بطن امه. الاسلام يتدخل في كل شيء، وماكو احسن من الاسلام، وماكو احسن من الاسلام. الاسلام اذا اتقى الشرور هذه، مثل كل الشرور هذه، الدنيا كلها شرور. اذا الانسان اتقى الشرور هذه يصير انسان كامل. واما الانسان ما له حجه، عنده عقل، جو الانبياء، امر الخليقه، قال هذا طريق طيب، ذا طريق غير طيب، ائمه اهل البيت، العلماء غير ذلك، الانسان ما له حجه، الفكر لله، فكر لله في الانسان هذا. فاذا الانسان ترك الواجب، نفس الانسان انسان اذا ترك المحرمات وقام بالواجبات، يسمونه انسان كامل، انسان طيب. هذا آدمي، شنو آدمي؟ أذن المؤذن راح المسجد، أذن المؤذن لكم ما راح الملهى، وإحنا قلنا ترى جماعة يعبدون، يعبد، لكن يعني شلون يعبد؟ يعتقد هالصلاة هذه الصناعة هذه، ما هو بالله عز وجل، لا، لأن عندها الصلاة من أصلها خرافة هذه، هذا ما له ثواب، هذا على الآخر، هذا مستهزي هذا، مثل واحد يغسل مع الساعتين يستغفر الله. النبي ملائم بالناس يقول من قال لا اله الا الله ورجع له قرصا في الجنه. قال له واحد من الصحابه يا محمد اذا انا اقول 100 مره تغسل لي 100 نخله في الجنه؟ قال له بلى، ولكن بشرط. قال له الله؟ قال له بشرط ان لا ترسل علينا نارا فتحرقها. المهم ما عندنا؟ قال له بلى، بس تتكلم كلمه غيبه في انسان مسلم تحرق ما عمل. هاي الاعمار الصالحه تحرك كلها هذه، لان انت الان عليك مراقبه، انت ما عليك مراقبه الان؟ عليك مراقبه وين؟ في بيتك، في السوق، في الشارع، في غير ذلك، من حب عليك مراقبه انت الان. عملاق تكتب عليك، واحنا قلنا يمكن الهاتف، التلفزيون، غير ذلك يصير فيه عطل، يصير فيه تعطيل، لكن الملك لا، صنع الله عز وجل، ما يتغير الملك هذا، ما يكتب عليك باطل. كنت كلماتك الفاظك كلها الان مكتوبه، بس يوم القيامه تجمع في كتاب واحد والكتاب مقدم او مقدم، اقرا كتابك تشوف هالملك هذا من يوم عمره 15 سنه الى 70 سنه امامك، وين صنعت في المعدن، في مسجد، في شارع، حسنات، سيئات، جرائم امام عينك، ما في هذه. اذا كان المسجل صنع انسان وهالمسجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، الباري عز وجل أولى، لأن الباري هو الذي خلق الإنسان الذي صنع المسجل هذا. وإحنا قلنا الآن ما عندنا ما يعني قبر العلم، لكن ما عندنا واحد مختبر، المختبر بعد الآن ما عندنا. تقدم العلم وراح عبد الفضاء، لا
يمكن تقول هذا جوزه مسجل. قال يا شوكة التلفزيون من كلها الحاصلة موجودة هذه، بس هذا الإنسان شق الوقف، ابن أقل هذا شق الوقف، شاف الجهاز وطلع الجهاز هذا لافتة، طلع الجهاز أو مسجل أو راديو أو غير ذلك، لكن ما خلق شيئا من عنده، هذا كله موجود هذا، بس هذا شق الوقف وذاك ما شق الوقف، ما في شيء، المهم هو يقرا شيئا من العدم الى الوجود، هو الله عز وجل. هل السماوات، هل الارضين، هل الكواكب، من خلقها هو الله عز وجل. اذا الانسان اعترف بالله هناك يكون ما خاف عليه الناس، يعني يصير انسان كامل، اذا صار انسان كامل ما خاف عليه ولا خاف منه. لكن اذا ما اعترف بالله وجود خالق، يعني ما يصلي، ما يصوم، ما عنده محرمات، ما عنده كل شيء، يخاف عليه وتخاف منه، يعني يهدم، يخرب، ما يعمر، كل يسوي، يخلي دينه تحت قدميه. ليه؟ لأن دين ما عنده هذا، أما اللي عنده دين يحافظ على دينه، يجعل دينه بين قلبه ورئته، يخاف الضعف، يخاف ينجرح، لكن اللي ما عنده دين لا يضع دينه تحت رجليه، يبيع دينه بثمن بخس، دراهم معدودة، دين ما عنده هذا، ما يعرف الله. يقول لك هذه القيامة هذه، ومتى يموت الإنسان هذا؟ متى يصير تراب؟ يمكن يموت في البحر، يمكن يصير حريق أو غريق هذا، متى يجمعون أوصاله، متى ذاك الملف يصير عليه، متى يصير إنسان كامل، متى يحاسب؟ وما يجي الآن وقبل القيامة تقوم بالعين، يرونه بعيدة ونراه قريبة. بل جاء في الآثار الأخرى، قال: لا تفارق الروح الجسد حتى يرى الإنسان مكانه في الجنة أو في النار. ولقى الروح شوف الإنسان طلع عاقل شاهد مكانه في الجنة أو في النار. ولكن الإنسان شقي، الإنسان يكون شقية هذه، أقول نفوس طيبة وأقول نفوس شقية، إلى نفس الطبيعة السعيدة هذه مثل المؤمن، المؤمن هذا في الذهب، الآن ذهب في الشرع ماكو، ذهب في الأسواق ولكن مقبول عليه. المؤمن كذلك، فأنت مؤمن هو مؤمن، ما هو مؤمن الآن، أكو مؤمن، لكن ما أقل، يمكن بذلك مؤمن واحد، مثل الذهب، لكن برغش وقرطة كذلك الآن موجودين، أما المؤمن بالذهب، مقبل عليه الصناديق، فإذا ما صار مؤمن، ينحدر هذا ويصير مثل البهيمة، دين ما عنده يبيع دينه غير ذلك، يهدم يخرب ويجعل دينه تحت قدميه. بثمن قبل مثل اهل الكوفه ركن اي شيء 100 درهم بس سحقوا الى عبد الحسين بثمن بخس دراهم معدوده قد زادت في اعطائكم 100%. الجلد اللي نعطيه راتب 100 درهم الان زدنا راتب ما نعطيه بعد 100 درهم زياده وردوا الى حرب الحسين وطلعوا الى حرب الحسين وحاربوا الحسين ومنعوا الماء عليه. واحنا الان صرت العشره هذه عشره معذوره من ذيك العشره هذه سواء كانت العشره هذه او سواء كان فاتحه واحد يمكن واحد بكر ترى هذه عزاما وسلوه وهذا والسلوه مش شيء عذاب لا احنا عندنا قاده علمونا بهذه العذره وهذه السلوه ائمه اهل البيت مثل من؟ مثل الصادق مثل الباقر مثل الربع إذا جاءت نكبة أو مصيبة يجعل هذه المصيبة أمام عينيه نازلة حتى ينسى المصيبة هذه، حتى ينسى النكبة هذه، مو بس أن الشيعة، إحنا عندنا قادة علمونا بذلك، يقول الله عليه السلام أرسل الرشيد خايف على الجنود قال روح المدينة واسلف ما على الفاطميات من ثياب، وجاك القائد وبدا من البيت الضباط خلاص اذا مش عندك قال له انا مرسول البشير اخذ ما على النساء من ديار قال ما يصير انت في البيت وتاخذ الديار ما النساء ما يصير انا اعطيك بالسلف كيف قال محمد والله هم فتح محمد لا دخل الرواء اخذ السلف اخذ الديار اعطاها القائد كفرت الرواء ربع سوى دخل دار وقام يبكي دخل عليه واحد من الشيعة وإذا به يبكي قال له سيدي أتبكي يعني أول مرة خرجنا على بيتكم إن الله ما لهذا ربيت ولكن لما دخلت البيت حافظ ما على النساء من ثياب يقول الله صارت النوبة على بنت من بناتي يقول أمرها
دامت الحرب بين امهاتنا واخواتها، اصفر لونها وهي تقول: ابتاه تسلبني سيدك وانا ابنته؟ قلت لها: لا تخافي، اجيب مقنع، اجيب ثيابه ثيابي. يقول: هذه الطفله ذكرتني باطفال جدي الحسين يوم كربلاء، يوم نادى المنادي احرقوا بيوت الظالمين، هجموا على ذاك المخيل فلا ترى الا عينا سالت عمرها. توزع ذاك الجيش في خيام النساء بنهب وسلب ليت روحي لها الفدا. سألت عنه فقالوا: هذا عبد الله زين العابدين. يقول حميد: رأيت طفلة هاربة من مخيلة حسين والنار ساعدت في ثيابها، ركضت خلفها وطفت النار عنها وقفت: يا شيخ ما قرأت القرآن؟ قلت لها: بلى. أما رأيت قوله تعالى: أما اليتيم فلا تقهر وأما تك؟ قلت: بلى. فقالت: يا شيخ أما يبكي فأنا يتيمة حسين، وأما سؤالي يا شيخ دلني على طريق النجف، ما تطمئن بالنجف؟ قالت: يا شيخ أنا جد مسمون، أشكي له حالنا مثلها ظلام وانتطبت ضمير أعصاب الجنود. قالت: يا شيخ دلني على طريق المعركة. دللتها على المعركة، جاءت إلى جسد كأنه الشمس، إذا طلعت ألقت بنفسها عليها. فحسين: لو رأيت فرارنا من خيمة إلى خيمة بنا، يا بازي والله عظيمه، يا بازي والله عظيمه، انا عيش من صغري يتيم عصاري ابو يا ناس، خيمه ينبضي على اولاده. وحكيمه يقول حبيب ابن مسلم اخر مره ينظر تصير خارجه من خيمه الحسين مدهوشه هذه، ركضت خلفها: يا يتيم ما عندك يا صغيره؟ قالت: يا شيخ اني اخشى ان هدلني على طريق المجرعه. دللتها على من شرب الماء، صاحت: اشرب لذيذ الماء حاشر، اشرب لذيذ الماء حاشر، واهلي كبر كلهم عطاشر، احسن الصاير ابراشر. واذا بالعقيله زينب تناديها ابن الويلي، هيج حالتي وزيد همي علينا من يدير العين زيه. يعني ما عرفوا المقرر. ملك والتجا اليكم يا سادات غريب يا مظلوم اكبر، وتماكن بالنار تصعد مثلها، عليك دافت ليكون سعيدا. حنت فلم ار مثلهن نوائق، اجلس مثل فقيدهن فقيد. لا العيس تحكيها اذا حنت ولا الورقه، تحسن عندها التغريده، ان تنا اعطاك كل قلب جمره، او تدعو صدع في الجبال الميد. أبرأت ما تحيي الثرى لو لم تكن سفراتها تدعى الرياض غمودا، وغدت أسيرة خدمها ابنة فاطم، لم تلف غير كفيلها مصمودا. تخفي الشجاع جهدا فإن غاب الأسد، ضعفت فأبدى حلوها المقمودا. لكن من قدم البيان فريدا، انسان عيني يا حسين، احيي يا املي،
إن أسلم قامت إلي الروافل لا تدري إلا النوع والتعديد تصبح بعض الصوت طايح ويحصل ست من هجرك وانت غياب المستغيثين عجلت ركنا لا يتكون إن الساويين لما سمع ضلي تدلل فوق لو قالها يا زينب اليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواكي تهيجيني ردي سكينه لا يذوبها ونيني لا تكثري عفج ونجيني بلا حمار لا تكثري عفج ونادي الزهبلاش راسي قبالك والجسد بالخير يندى عباس يذكر على النهضه مثل سيفه البتة صاعد بخيلك يا لم دفع